والله الحمد لله رب العالمين. يمكن عودة النشاط أسلجت صدورنا كلنا، يعني احنا تقريبا زي ما حضرتك قلت 5 شهور إيقاف. الولاد والبنات كلهم مستويات طبعا بعدوا عن المستويات، إنما يعتبر من 1/7 بداية التدريب والألعاب الفردية والاتحادات الفردية اللي احنا نبدأ البطولات من 15/8. كان بداية استعداد لينا، لازم ندخل الولاد في المعجنة بتاعة التدريب والبطولات. الحمد لله النهاردة يمكن أول بطولة بتقام، المياه المفتوحة، بطولة الجمهورية اللي هي المفروض مؤجلة من شهر مارس الماضي. ودي كانت بديلة كويسة جدا من وزارة الشباب والرياضة، إن هم بيمنحوا الولاد اللي هم عندهم ثانوية عامة درجات الحفظ الرياضي لأول مرة تؤجل لغاية 30/8. وبشكر الدولة المصرية وبشكر مجلس الوزراء طبعا على هذا القرار، اللي فعلا القرار جه في محله. الولاد كانوا قلقانين، احنا تعبنا بقالنا سنين وموجودين في البطولات والنشاط دون الحصول على الحفظ الرياضي، فالحمد لله رب العالمين. عايز اقول يمكن العودات واحده واحده، مش عايزين نخش بالظبط. احنا يمكن مقللين المراحل السنيه، عندنا مراحل سنيه 7 مراحل سنيه، النهارده عاملين احنا 2 او 3. عندنا اللي هتبدا بعد منها المسافات القصيره في استاد القاهره من يوم الجمعه القادم ان شاء الله 21 اغسطس لمده 4 ايام، ثم تتوالى باقي المراحل. احنا لازم نستعد ولازم ندخل في ال 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 اللي جايه بقى بالظبط، زي بتقول في ندخل الوقت في الفورمه بتاعه البطولات، لان احنا عندنا بطولات يعني حتى الان لم يتم الغاء بطوله نهائي كاس العالم للسباحه بالزعانف، هتقام في شرم الشيخ من 25 لا هذا العام الاول، حتى وقتنا هذا الاتحاد الدولي متمسك بهذه البطوله من 25/8 الى 30 الى 25 اكتوبر الى 30 اكتوبر، ثم زي ما حضرتك قلت كده العام القادم باذن الله البطوله الافريقيه للانقاذ ان مصر هتنظمها في مدينه الاسكندريه من 7 ل 11 ابريل. بطولتين الحمد لله تقال، بطولتين جامدين، هم دول اللي هيدخلوا ولاد الفورمه وهيخلي الولاد يستعدوا للتمرين الصبح وبعد الدور وهكذا. بدايه النشاط عندنا من بعد التوقف بتاع كورونا اللي وقفنا فيه واثاره طبعا اللي اثرت على لاعبتنا، عملناها كبطولة تنشيطية قوية بتحفز للاعبين بتوعنا، وفي نفس الوقت برضو علشان الناس اللي ليها عندنا حافز رياضي معتمد برضو بياخدهم وبيساعدهم في الدرجات بتاعتهم بتاعت الثانوية العامة. ولذلك يعني احنا قسمناها، ما خدناش كل المراحل، خدنا مراحل 17 و19 والعمومي لان هم دول طبعا اللي فيهم مشاركات بتاعه الثانويه العامه، وفي نفس الوقت برضو هو ده يعتبر عصب اللاعب الكبير، ده اللاعب الكبير اللي بيشارك معانا، لو كمان هو اللاعب ده كمان بالذات ده اللاعب اللي بيشارك معانا بره، يعني لما بنتكلم بره في البطولات بتاعتنا ده اللاعب اللي بيبقى عليه التركيز كله. فالحمد لله شايفين يعني المستوى كويس، المستوى لائق، المشاركه جيده، الاقبال جيد جدا، الناس متعاونه جدا. برضو الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نطبق طبعا تعليمات معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي في تطبيق الصارم للاجراءات الاحترازيه، وده تابع كله بعد ما خدنا موافقه اللجنه الطبيه العليا بتاعه الوزاره، لان حطت اشتراطاتها وتم التوافق معاهم وتم التواصل معاهم، واعتمدنا خطه الاجراءات الاحترازيه بتاعتنا، لان حضرتك عارف ان طبعا كل لعبه مختلفه عن الثانيه ولازم تطوع الاجراءات الاحترازيه دي تبع نطاق اللعبه او ما يتماشى مع نطاق اللعبه. فالحمد لله كان في توافق جامد جدا من خلال الفريق الطبي بتاعنا، برضو اللجنه الطبيه المعينه من مجلس اداره الاتحاد، وقدرت ان هي تطوع النظام ده لما يتناسب مع سباحة الزعانف. عودة النشاط هي عودة الحياة لمجاريها لطبيعتها، عشان التقاط الكامنة لأبنائنا والشباب انهم يقدروا يمارسوا الهواية اللي بيحبوها ويحققوا نجاحات، يستخدموا الوقت بتاعهم في حاجة نافعة، وكفايانا كمبيوتر وجيمز وشاتس وسوشيال ميديا، ويرجعوا للحياة لطبيعتها كي تستقيم الامور. هي كانت فتره صعبه على السباح انه يقف 5 شهور، وبالنسبه ما حصلش في التاريخ اصلا السباحه كله، فان الواحد يرجع والكباتن يمرنونا واحده واحده بحيث ما يجيلناش اصابه، وندخل في التمرين واحده واحده وننزل بطوله وربنا يكرمنا، بس دي حاجه حلوه جدا.